كتبت معظم الصحف الصادرة لنهار اليوم عن خطاب الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بعد تأديته لليمين الدستورية، خارطة طريق الرئيس، عنوان أوردته جريدة البلاد في صفحتها الافتتاحية لتشير في تفاصيل الموضوع إلى أهم ما جاء في خطاب الرئيس خلال مراسم تنصيبه وتأديته لليمين الدستورية، وأشارت إلى خارطة طريق المرحلة المقبلة التي وضع لها الرئيس المنتخب دولة القانون والعدالة والديمقراطية قانوناً معاً من أجل جزائر الغد، هكذا عنونت جريدة الإكسبريسيون في صفحتها الأولى لتشير في تفاصيل المقال عن تجديد الرئيس عبد المجيد تبون مد يده للحراك الشعبي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة، وأبرزت إشادة الرئيس بإرادة الشعب وتسجيله موقفاً تاريخياً سيدرس في المناهج التربوية ومختلف الجامعات مستقبلاً. خطاب الرئيس تصدر صفحة جريدة النهار كذلك، والتي عنونت تبون يتخلى عن الفخامة وهذه أولوياته، لتعود في تفاصيل المقال عن تخلي الرئيس تبون عن مصطلح الفخامة بقوله لا وجود لمصطلح فخامة في قاموسي، ولكن أبقى سيداً وأنا رئيس للجمهورية، كما كتبت عن أولويات الرئيس للمرحلة المقبلة. طي صفحة الخلافات والفرقة عنوان افتتحت به أوريزون صفحتها لتذكر بدعوة الرئيس المنتخب لطي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، مشيرة إلى قوله إننا جزائريون ليس فينا من هو أفضل من الآخر، وشدد على ضرورة الاسترشاد ببيان أول نوفمبر لبناء جزائر جديدة. وعنونت جريدة النصر في صفحتها الأولى مراجعة الدستور في أسابيع ولا حصانة للفاسدين، لتتحدث عن تقليص صلاحيات الرئيس، وأوضحت أن عهد العبث بأموال الشعب انتهى وملزمون باستعادة ثقة الشعب. بالبنط العريض عنونت يومية أخبار اليوم تبون يبشر بعهد جديد، وأوضحت الجريدة أن الرئيس المنتخب شدد في خطابه بعد أدائه لليمين الدستورية أن الجزائر تحتاج إلى ترتيب الأولويات وضرورة وضع استراتيجية شاملة لتجاوز الوضع الراهن واستعادة ثقة الشعب.